أهلا بكم مشاهدينا في الحلقة الثانية من الشاهد، والتي نتحدث فيها عن كيف أثرت الأحداث التي حدثت في العالم العربي على فتح الباب والمجال من جديد للمواطن المصري للنزول في الشارع تضامنا مع القضية الفلسطينية وأيضا القضية العراقية. كل ذلك نتابعه من خلال شهادة ضيفي عضو المكتب السياسي والمتحدث الإعلامي سابقا لحركة 6 أبريل أستاذ محمد. أهلا بك ضيفا معنا في الحلقة الثانية. توقفنا في الحلقة السابقة فيما يتعلق ب 1990 واحتلال ودخول صدام للكويت. كيف كان رد فعل الجامعة المصرية في هذه الفترة؟ رد الفعل ده تخطى الجامعة إلى الشارع إلى المدارس. كان في حالة ارتباك وحالة حيرة في الأول، لأنك شايف دولة عربية بتجتاح دولة عربية تانية، بتصحى من النوم بتلاقي العراق بتحتل الكويت. دي الخطوة الأولى ودي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية كان مع القرار المصري بإرسال قوات تساهم في تحرير الكويت كما قيل في التوقيت ده، وهنا كان في رفض شعبي. بدأت الوكالات السياسية أو المعارضة السياسية، بدأت الجامعات، بدأت حتى طلاب المدارس بدأوا يعترضوا على القرارات في الشارع، وده كان أول الحاجات اللي ربطت الشأن العربي بتأثيره على الشأن المصري بشكل واضح جدا. كان في رفض شديد أو رفض قطاع واسع من المصريين لقرار مبارك بإرسال قوات الخليج. ولكن في هذه الحقبة كانت هناك أحداث كثيرة عربيا وإقليميا. على سبيل المثال كان في مجزرة الحرم الإبراهيمي 1994، هل كان لها تأثير في الشارع المصري؟ كان في التوقيت ده بقى كان كل القضية العربية، أي حدث بيحدث في المنطقة العربية خاصة في القضية الفلسطينية، كان له تأثير قوي جدا في الجامعات تحديدا في التوقيت ده. ليه؟ اولا النظام كان سامح، نظام مبارك سامح بمساحه تحرك ايجابي للتضامن مع القضيه الفلسطينيه، فده المدخل اللي تقدر تدخل منه. اثنين، القضيه الفلسطينيه هي في وجدان كل شاب او كل مصري بشكل واضح جدا، فبيعتبر نفسه حد فلسطيني في التوقيت ده. ثلاثه، حاله العجز اللي كنا فيها فبيعبر الشباب عنها او بيتخطاها بفعاليات في الجامعه، فهذا كان الباب أو المفتاح اللي فتحوا به الباب لدخول الشأن المصري من بوابة القضية الفلسطينية. ولكن في الفترة دي أيضا نتحدث عن وجود بعض الأعمال أو العمليات الإرهابية التي حدثت في مصر وكانت ذريعة للنظام كي يقوم بغلق المجال العام. ده حقيقي، كان بيغلق المجال العام متزرعا بالإرهاب، ولكن لما أنت تطلع تعمل فعالية للتضامن مع فلسطين ما يقدرش يتكلم. ليه؟ هو دايما مبارك كان حريص على صورته في الغرب، صورته في الاعلام الغربي، صورته في الدوائر السياسيه الغربيه بشكل واضح جدا. فعندما يمنع فعاليه تضامن مع القضيه الفلسطينيه هيبقى موقفه ضعيف جدا غربيا، هيبقى موقفه ضعيف جدا عربيا، خاصه ان مصر هي المناصره للقضيه الفلسطينيه من 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 بدايتها بشكل واضح جدا. فبالتالي كان عنده اشكاليه، فكان بيسمح بمساحه حركه المال. ولكن الحركه كلها في اطار يعني ما حدث في الكويت واحتلال صدام، في نتحدث عن فلسطين، نتحدث عن أفغانستان، البوسنة، الشيشان، كلها أحداث إقليمية وعربية وإسلامية كان لها صدى في الشارع. كمان الأحداث اللي حصلت في الشيشان وفي أفغانستان كان لها تأثير إيجابي جدا على الشارع المصري، زودت الوعي العام بشكل واضح. مش الوعي العام بس بالشأن المصري، هو احنا عندنا الهرم مألوف في مصر، الوعي انطلق من رحابة المنطقة العربية والإسلامية والشعوب الإسلامية بشكل من العام للخاص، من العام ثم تطرق من بعد 2003 إلى الخاص. فدي مرحلة مهمة جدا، بس بوابة القضايا العربية وبوابة قضية أفغانستان تحديدا والبوسنة والشيشان وإلى آخره كانت المدخل اللي دخل منه جيل كامل من المصريين إلى ساحة الشارع المصري. طيب إذا انتقلنا إلى وصلنا لعام 2000 والانتفاضة الفلسطينية التي كان لها صدى ليس فقط عربيا ولكن صدى دوليا، هل أنت كنت موجود في كل المراحل دي وكان ليك دور فعال مثلا في القضية الفلسطينية أو الانتفاضة دي بالتحديد في مصر؟ الانتفاضة دي تحديدا في 2001 كنت أنا بدأت أشتغل في التدريس، وكنت بشتغل في قرية نائية بعيدة جدا. أتذكر أنه مرة من المرات النادرة تطلع مظاهرة من طلبة المرحلة الإعدادية تجوب شوارع هذه القرية تنديدا بالعدوان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية. ده بيوضح لحضرتك أن 2001 هي نقطة تحول في الشأن العام المصري
لان جيل جيل كامل دخل الشأن المصري من البوابه العربيه. بس الجيل ده كان فيه ميزه ما كانتش موجوده قبل كده، الجيل جيل العابر للايديولوجيات بيسموه اول مره في منطقه الشرق الاوسط ومنطقه العرب بشكل كبير جدا يدخل توجه البوست ايديولوجي، الجيل العابر للايديولوجيات، كلنا ايديولوجيات مختلفه ولكن متفقين على هدف واحد. كان الهدف ده في 2001 كان نصره القضيه الفلسطينيه، الهدف ده تحول في 2003 الى نصره القضيه العراقيه في احتلال الامريكي للعراق الهدف ده تحول في 2004 بدايه من 2004 نهايه 2004 2005 الى البوصله المصريه. دخلنا هنا بقى طيب من الباب الكبير للباب الصغير. البوصله المصريه، مين اللي حول المسار ناحيه البوصله المصريه واقنع الشارع المصري اذا صح التعبير بانكم عندكم القدره ان انتم تتظاهروا للمطالبه بتحسين الوضع؟ لان اظن كانت اغلب المطالب فقط بتحسين الاوضاع في هذه المرحله اتحدث. 2005 ما كانش لسه الادراك وصل ان هذا النظام استعصر الاصلاح. والادراك ده حصل في 2008 تحديدا. لكن 2005 مش الشعب المصري بالمصطلح الواسع، لا، كان في نخبه. والنخبة دي نخبة من دولاب الدولة. لو نفتكر مع بعض انتفاضة القضاء. انتفاضة القضاء هو كان 2005 2005 ده لأول مرة بتشوف القضاء بالوشاح يعملوا مسيرة في الشارع. فده قاضي ينزل يعمل مظاهرة، هو قادر على التغيير من دولاب الدولة، إذا هو سدت عنه جميع منافذ التغيير أو الإصلاح في التوقيت ده فلجأ للشارع. وكمان الإضافة اللي ابتدى زخم أكتر للموضوع الهجمة الأمنية اللي حصلت على القضاء، قاضي بتاع المنوفية الشهير اللي اتسحل في الشارع قدام عينين الناس وعينينا، كان منظر صعب. وده أدى أيضا لتعاطف قطاع كبير من الشارع المصري مع مطالب هؤلاء القضاة، لأن هم حسوا إن هي مش مطالب فئوية، دي مطالب تخص المجتمع المصري خالص. قال لك يا نهار اسود ده قاضي واتعمل فيه كده، طب انا يعني انا مطالبي ابسط من الكلام ده كله، فانا هيتعمل فيا ايه؟ فده كان طاقه نور فتحها قضاة مصر المشهورين دايما بمناصرتهم للقضايا العادله في التوقيت ده بشكل واضح، وفتحت عين المصريين لا ان في خراب بيحصل في البلد، خاصه ان انت كنت مريت بقى بالخصخصه وبدات الناس تفهم ايه اللي حصل في الخصخصه وقضيه عمر افندي و و و الى اخره. هنا بدأ عمال مصر تحديدا يحسوا لا في خراب الموضوع، بس مش انا مش عايز مش قصه انا عايز 10 جنيه زياده في المرتب ولا عايز وجبه زياده ولا الكلام، لا ده في دوله بينخر فيها السوس لابد جميعا ان احنا نصلحها. القضاء هم اللي فتحوا الباب. اظن بعد ما فتح القضاء الباب بدأ ظهور كفايه بدأ ظهور جيل، وكان كفايه اظن هو يعني تيارات مختلفه انتماءات مختلفه مشارب مختلفه بيدعوا لأول مرة أظن إن هم يقولوا للمبارك كفاية. كفاية هو أول تجسيد في مصر بشكل كبير جدا لانصهار والتقاء الأجيال. جيل الآباء الكبار اللي هم بدأوا حياتهم المهنية أو حياتهم العامة ونضالهم العام بدري جدا من سنين طويلة أصبحوا هم الأساتذة. والجيل اللي فتح وعيه في 2001 مع الانتفاضة الفلسطينية الجيل ده اللي بيشرب منه بيتعلم منه. التقى الطرفان وفي اللحظه دي بداوا يدركوا لا ان هذا النظام لابد ان حد يقول له كفايه. كفايه ليه؟ كان بدا ملامح التوريث وبدا ظهور جمال مبارك في المشهد، فكفايه توريث وكفايه فساد وكفايه هدم للدوله المصريه وكفايه خصخصه وكفايه. كلمه كفايه هي كلمه عبقريه ابدعها المصريين بشكل واضح جدا وبدات تتردد على السنه. مجرد حضرتك انك تقف في فعاليه حاطط الاستيكر الاصفر. ازاي ساهمت وسائل الاعلام العربيه اللي طلعت في الفتره دي من بدايه 2000 في نقل الصوره لقطاعات من الشارع المصري ما كانتش شايفه اللي بيحصل؟ هو في عاملين حصلوا هنا. وسائل الاعلام العربيه ثلاث عوامل، وسائل الاعلام العربيه ثم كان بدا متابعه وسائل الاعلام الدوليه الى حد ما، ثم بعد كده بعض الانفتاح البسيط جدا في وسائل الاعلام المصريه وظهور القنوات المستقله بشكل واضح. دول الثلاث عوامل اللي شكلوا زياده الوعي عند الشارع بشكل واضح. عند المهتمين بالمجال العام وعند الجيل ده تحديدا اللي انا اقصده كان الاطلاع على تجارب تغيير عالميه، الاطلاع على اساليب جديده في التغيير، اساليب جديده في الحراك،
مع ظهور الانترنت والتوغل كمان في الانترنت من قبل الجيل ده كان قادر ان هو يزود وعيهم، فبالتالي ده اثر ايجابا على وعي الشارع المصري بالاضافه لوسائل الاعلام. هل ده ممكن نقول اللي خلق حاله من حالات التعاطف مثلا مع ترشح ايمن نور ضد مبارك، وبعد كده حركه كفايه والحراك اللي بدات تعمله والشعارات الجديده اللي كانت تعتبر جديده ونوعيه على الشارع المصري؟ كون ان حد يطلع يقول مبارك كفايه، ده كانت نقله نوعيه في الحراك المعارض بشكل واضح جدا. اتنقل الحراك من حراك الصالونات واحتراق القنوات الى الشارع بشكل واضح، انك تنزل تقول له كفايه. 2005 الذروه في الانتخابات الرئاسيه في 2005 وظهور مرشح في التوقيت ده كان امل لناس كتير جدا ومن ضمنها الجيل بتاعنا بشكل واضح. حد بيقول لمبارك لا في عز سطوه مبارك، حد بيلف المحافظات بدون اي امكانيات، حد شخص واحد وراه مجموعه من النشطاء ومجموعه من السياسيين المعارضين قدام جهاز دوله بالكامل مدعوم اقليميا ومدعوم دوليا ومدعوم من كل الدنيا كلها، وهو ما معهوش الا مجموعه النشطاء دول وبيبداوا يتحركوا. ده خلق حاله تعاطف طبعا، خاصه احنا مصريين تعاطفنا مع الضعيف بيبقى اقوى. ايضا ده واكب ظهور عصر المدونات في مصر، النشطاء السياسيين اللي بداوا يظهروا، كل دوت ادى الى اللي حصل في اضراب المحله. اضراب المحله كان يعتبر نقطه فاصله في ميدان الشؤون في المحله. ايه اللي حصل بالتحديد؟ هو مش نقطه فاصله، هو بدايه العد التنازلي لنظام مبارك. بدا العد التنازلي ده يشتغل لما صوره مبارك وقعت في المحله، وده كان عامل مبشر انك تسقط صوره مبارك، فانت قادر على اسقاط الشخص وليس الصوره فيما بعد. اللي حصل ان عمال المحله كانوا ليهم مطالب مشروعه جدا تختص بالوجبات، تختص بتحسين الدخل، تختص بالخصومات اللي بياخدوها. هنا بقى كان دور الجيل ده انه ينقل من الحاله من خصوصيه مصنع غزل المحله الى عموميه مصر. وهنا التجسيد الاعظم والاروع عندما تتلاقى رغبه العمال واهدافهم ومطالبهم البسيطه في نظر البعض بالرغبه السياسيه في التغيير. وهنا بدا العمال يدركوا حاجه مهمه جدا، عشان احسن حالي انا كعامل في مصنع او عامل في شركه او موظف او مسؤول في الدوله، لابد ان يتغير هذا النظام ويتم بناؤه على اسس جديده. الادراك ده حصل في المحله، واتنقل من خصوصيه المحله لعموميه مصر عند الدعوه للاضراب. مش بس كان في تظاهرات واضراب في المحله، وكان في اضراب في مصر كلها بشكل قطعي. يعني هذا اليوم لن ينسى في التاريخ، خاصه للناس اللي عاشته، وخاصه وسائل اعلام كتير نقلت الصور من هناك، وكانت بتمثل ايضا تهديد للنظام المصري. والنظام المصري عايز اقول ما كانش عارف يتعامل ازاي معاها. يعني في شباب كانوا بيرفعوا فيديوهات وابلود ويرفعوها على طول على مواقع، ويرفعوها على كانت اظن بدايات ظهور السوشيال ميديا وبدايات ظهور اليوتيوب. كل ده طبعا كان النظام ظاهره جديده، اظن النظام مش عارف يتعامل معاها ازاي. هو النظام المصري كان عجز قوي وفي مرحله الكهوله عنده، فبالتالي مش قادر يجاري سرعه الشباب. يعني على راي ممثل شهير، في فرق سرعات سيد الرئيس، فبالتالي هو حصل ارتباك عند النظام، هو مش عارف يتصرف ازاي. في صورتين شهيرتين وموقف بيميزوا اليوم ده تحديدا او الحدث ده، صوره اسقاط صوره مبارك وصوره خلو ميدان التحرير. وتاني يوم كان المنشط الرئيسي في الدستور تقريبا كان مصر خاليه او نجح الاضراب. صوره ميدان التحرير وهو فاضي والناس مضربه، وقيادات الداخليه جايبين كراسي وقاعدين في الميدان بقياده اللواء اسماعيل الشاعر في التوقيت ده. اعتقد كان مش فاكر كان مدير امن القاهره ولا رئيس مباحث العاصمه. والموقف الثالث ان في بعض النشطاء في اليوم ده او في الحدث ده قعدوا 72 ساعه نايمين في عربيه هروبا من امن الدوله، لغايه ما اتقبض عليهم فيما بعد. وانا شفت ملابس احد الداعين الرئيسيين للاضراب وهو لما كان بيتعذب في امن الدوله. وهنا التعذيب ما بقاش تعذيب بس، كان تعذيب ترغيب وترهيب. بدأوا الأول بالترهيب، تعذيب متواصل لمدة يومين، ثم ترغيب بإيه بقى؟ تعالى تبقى رئيس أصغر رئيس حزب سياسي في مصر. نعمل لك حزب من الأحزاب الكرتونية الموجودة. بالظبط،
وهم متخيلين دايما، هي فكرتهم عن المعارضه ان ايه، ده حد عايز شهره او حد عايز فلوس او حد عايز بوزيشن منصب او الكلام ده كله. فجأوا بشباب صغير مخلص قوي، لا تغريه الترغيبات ولا تثنيه التهديد. ففجأوا لا، ده احنا قدام جيل صلب. فبدأ النظام وقوات الامن والاجهزه الامنيه تدرك هم امام كارثه بالنسبه لهم، ده احنا قدام جيل جديد غير السياسيين الكبار بقى اللي ما بنجيبه في امن الدوله ونتحاور معاهم. لا لا، هو الراجل ده ما مش هيقعد على ترابيزه مفاوضات، الراجل ده لما علقه من رجليه في امن الدوله وجلده مش هيهدى، مش هيبطل، لا ده هيزيدوا اصرار. الناس دي قريبه من الشارع، قريبه قوي من الشارع، هم معجونين بميه الشارع، فيعرفوا يحركوا الشارع بشكل واضح. وده كان انذار للنظام. كان ليك دور في الفتره دي بشكل اشكال؟ شاركت في الاضراب. هو كان كنت انا ايامها بشتغل في احدى المدارس الخاصه، وكان نزل منشور من وزاره التربيه والتعليم ممنوع حد يغيب يوم 8 ابريل، يوم 6 ابريل. المنشور اتعمم علينا، وانا اتذكر مسؤول المدرسه فتقول لي بكره ممنوع غياب. قلت له حضرتك عارفه ومتاكده اكيد وحضرتك جايه لي ان انا هغيب بكره، فاعتبروني من دلوقتي ان انا عيد بكره. فنزلت شفت المشهد في ميدان التحرير. عارف المشهد ده يديك طاقه بشكل واضح. وشفت المشهد الشهير لما قبضوا على اسراء وغدا نجيب وولادها في التوقيت ده، وهما بيركبوهم العربيه الميكروباص، كنت انا واقف في الناحيه الثانيه. هنا لا، ده في حاجه جديده بتحصل في مصر، حاجه جديده خالص مختلفه عن السابق. في جيل اتولد وتعجن في الشارع، الجيل ده يستعصي على كل محاولات الاسناق سواء سلبا او ايجابا. جيت اديك طاقه كملنا بيها لغايه النهارده. السؤال بقى، ازاي من 6 ابريل بدأت أو جت فكرة تكوين، طب ما نعمل حركة شبابية احتجاجية؟ كان مين عنده الفكرة وإزاي الفكرة جت، وكان مين أبرز الداعين لدوت؟ أحمد ماهر. أحمد ماهر تتفق أو تختلف معاه، ولكن التاريخ هيذكر أن هذا الشاب في التوقيت ده أضاف لمصر إضافة حلوة. إيه هي الإضافة؟ انا قلت لحضرتك قبل كده ان الجيل ده دخل في مصر وفي الشرق الاوسط في المنطقه العربيه البوست ايديولوجي، اللي هو الـ 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 الحركات او الكيانات العابره للايديولوجيات. احنا ايديولوجياتنا مختلفه ولكن احنا متفقين على هدف واحد. ايه الهدف في التوقيت ده؟ كان الهدف في 2001 و2003 الدفاع عن القضايا العربيه سواء الفلسطينيه او العراقيه. هدف هنا بقى شان مصر خاص، ان هذا النظام استعصى على كل محاولات الاصلاح ولابد من العمل على اسقاطه وبناء نظام ديمقراطي عادل في مصر. ده الهدف. اتجمع الهدف ده كان عامل زي المظله. المظله دي استظل بيها الاسلامي والليبرالي واليساري والى اخره. احنا كل واحد ليه اتجاهاته السياسيه، ولكن يلا نعمل في ده. في 6 ابريل اتجاهات مختلفه. في 6 ابريل في اتجاهات مختلفه. في خلفيات كمان مختلفه. في حد خلفيته اسلاميه فكره. في حد فكره ليبرالي، في حد فكره يساري. طب يا جماعه احنا ناس مختلفين، ولكن احنا بيجمعنا هدف واحد، احنا عايزين نوقع هذا الرجل. مش نوقع بس، عشان دايما الاتهام اللي من 2011 بيتردد ايه، انتوا اساتذه في الاسقاط وفي شيلين في البناء. لا، احنا اساتذه في الاسقاط او شاركنا في الاسقاط، وكان عندنا خطه كامله لاعاده البناء، ولكن انتوا ما سمحتوش او النظام اللي ما سمحش بشكل واضح جدا. فكان الهدف اسقاط هذا النظام وبناء نظام ديمقراطي حر عادل. تعالوا نتجمع نشتغل على هذا بتكتيكات جديدة غريبة على النظام. انت دارس، انت مسلح بايه؟ بخبرات بعض تجارب التغيير اللي حصلت في سواء في اوروبا الشرقية او في امريكا بشكل واضح. طيب انت مسلح بالانترنت. على ذكر اوروبا الشرقية والتجارب اللي استلهمتوا منها اللي حصل في مصر، في اتهامات كتيرة جدا ان انتوا ممولين من هذه الجهات، او رحتوا اخدتوا تدريبات في صربيا او في اوكرانيا، ولكم اتصالات وعلاقات خارجيه. طيب نرد على واحده واحده. التمويلات، خليني ارد عليهم بلسانهم. اللي عايز يتهم 6 ابريل بالتمويل يرجع ل 29 نوفمبر 2011. كان بدا التمويل ده باتهامات اللي هو حسن الرويني
وبيان المجلس العسكري، وبيان رقم 69 المجلس العسكري، القوة السياسية الوحيدة اللي ذكرها في بيان. طب احنا هنيجي للقصة دي، للبيان ده بالتحديد، ولكن السؤال في الفترة دي كان ايه تمويلكم؟ ازاي كنتوا بتسافروا وتروحوا وتعرفوا التجارب والقصص دي كلها؟ طيب انت ما كنتش محتاج تسافر، ده رقم واحد. انت خلاص انت بقيت حد متخصص في الانترنت، فبتجيب المعلومة لغاية عندك، ادي واحد. اتنين، انت محتاج ايه عشان تعمل فعالية في الشارع؟ محتاج شوية ورق، فمحتاج ورق ومحتاج تصوير، فسهل جدا ان اي حد مؤمن بالتغيير يديك ورقتين ومكنة تصوير او يصور عنده، تمام؟ مش محتاج حاجه اكتر من كده، وانت عندك الانترنت بيجي لك. ده قصه السفر بقى. سفر ده كانت دوره تدريبيه لاستفاده مصر من تجربه التغيير وازاي نغير، واللي كان موجه الدعوه على ما اتذكر الحزب الوطني. بس الحزب الوطني اللي كان موجه دعوه عشان شباب يروح يستفيد من تجربه تدعو للاحتجاج، الفكر الجديد بتاع جمال مبارك، اللي هو بيحاول يقنع الغرب لان حد منفتح اهو والدنيا زي الفل والناس بتسافر وتدرس والكلام ده كله. عمل الساحر انقلب عليه في النهايه، يعني انت حد بتشجعني او بتتظاهر ان انت بتشجعني، فانت شجعتني فانا انتقدتك في العالم، بس بكل الحدود والبساطه. لكن تيجي تثبت ولائي ولا عمالتي؟ لا، احنا عملاء فعلا، بس احنا عملاء للبلد دي. احنا خونه، هم اتهمونا بالخيانه، احنا خونه، بس خونة لمين؟ احنا خونة لكل اللي خان البلد دي، من اول مبارك اللي هد كل حاجة فيها وخلى السوس يعني ينخر فيها لغاية اللي باع ارضها، فاحنا خونة لكل خاين، نقطة من اول السطر. يا سيدي، احنا بنحارب كل واحد بيحاول يهدم في البلد دي. تعال اثبت بالدليل القاطع مين اللي بنى ومين اللي خرب. طيب أنا هنتقل معاك للجمعية الوطنية للتغيير، واللي كانت عبارة عن 7 مطالب تجمع حواليها عدد كبير من الأحزاب والحركات، وأنتم كنت أحد الحركات اللي دعت للتوقيع على هذه المطالب. حقيقي. يعني كان لكم دور معين في المطالب ديت، أو كان لكم موقف واضح فيها؟ هو كنا متبنيين الفكر ده بشكل واضح والمطالب دي بشكل واضح، وكان دورنا في حشد الناس لحيث التوقيع بشكل قوي عن طريق الانترنت. يعني كان في قوة سياسية بتحشد بشكل جماعي، وكان في شخصيات، والجيل ده تحديدا كان بيشتغل على الانترنت بيدعو الناس للتوقيع. انك تجيب دخلت على 1,000,000 توقيع في خلال الفترة القصيرة دي في ظل عهد مبارك، لا انت عملت انجاز. الجمعية الوطنية للتغيير هي الحلقة الثانية في معول الهدم بتاع نظام مبارك. طيب انا هكمل معاك في الحلقه الثالثه، ولكن عندما يكون حزب الغد، الجبهه الديمقراطيه، الاخوان، الوسط، الكرامه، الاشتراكيين الثوريين، حزب العمل، 6 ابريل، الحزب الشيوعي، الحمله الشعبيه لدعم البرادعي، كل دول مع بعض، يعني هل ده السؤال اللي جاي في الحلقه القادمه؟ ازاي كل دول عرفوا يتجمعوا مع بعض في مبادئ وطنيه وعرفوا يتجاوزوا الايديولوجيات؟ استاذ محمد انا هكمل معاك في الحلقة القادمة. شكرا جزيلا لك. ومشاهدينا نستكمل مع ضيفي الأستاذ محمد كمال، عضو المكتب السياسي والمتحدث الإعلامي سابقا لحركة الشباب 6 إبريل، في الحلقة القادمة، وفي أمان الله.